أستاذة أسماء؟ نعم خلاص يا أستاذة أسماء، أنت لسه معايا؟ ألو، أستاذة أسماء اتفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ، أنا كنت عايزة أتكلم علشان موضوع الحلقة النهاردة. اتفضلي اتشرف. مع حضرتك أسماء. أيوة يا أستاذة أسماء، عايزة تكلميني لا، عن موضوع لعنة الحلقة، الأخطاء الأخطاء القديمة. القديمة. تمام، أيوة بالظبط كده. حضرتك اتفضلي. حضرتك كل اللي اتكلمت فيه النهارده كأنك بتتكلم عن اللي حصل لي بالظبط. ان برضه كان في احنا مشكله. واخدين على عاتقنا في الفتره الاخيره ان احنا هنتكلم عننا، مش هنتكلم عن حد تاني، لان تمام، هو دوت اللي احنا لازم نتكلم عنه. البيوت محتاجه نتكلم عنها بجد وبصدق، واللي هيشتغل في الملفات دي لو مش هيتكلم عن اللي في البيوت، الاحسن لو هو شايف ان الكلام ده خطر او الكلام ده حار او الكلام ده مش هيقدر يضيف فيه حل ما يتكلمش. اما انك بتتكلمي وبتقولي ده اللي موجود في البيت، قولي لي بقى نساعد حضرتك ازاي. ايوه حضرتك، انا بقول لحضرتك ان انا برضو كان في مشاكل برضو حصلت بيني وبين جوزي برضو من فتره طويله، وانا كنت مصممه على الانفصال، بس الاهل تدخلوا ورفضوا حته الانفصال عشان الاولاد وكده، وهدينا وبتاع ومش عارفه ايه، وقررنا ان احنا نفتح صفحه جديده وبتاع. بس انا من جوايا بسبب الاهانه وبسبب اللي انا تعرضت له مش قادره انسى، انا مش قادره. هي زائد ان انا الإهانة كل دي كانت خيانة ولا الإهانة ده كان عنف؟ لا لا، اهانه وعنف وغلط طيب وكلام كتير يعني ملوش لازمة. العنف ده توقف ولا ما توقفش؟ هو توقف حضرتك، بس توقف بعد ما دخلنا الأهل والناس عرفت. هو توقف، وهو أساسا ده مش طبعه، بس ده طبع داخل جديد عليه. طيب حضرتك بس حضرتك أنا من جوايا حاسة إن أنا اتكسرت جامد، وحاسة إن أنا طيب ما بقتش قادرة. زائد إن هو حتى أنا كل ما بنسى بيحاول هو ينكشني، يعني طيب أنا مثلا بنسى وبحاول أصفى أو بتاع، يجي هو مثلا ممكن يعمل حاجة تخليني تاني أنا أتنكش تاني أو طيب ينكشني تاني. فأنا مش عارفة أعمل إيه، وفي نفس أك... الوقت عايزة أبطل، يعني لدرجة إن أنا حتى بقيت يعني بقيت بطلت حتى إن أنا أتكلم معاه مثلا وأدخل معاه في حوارات عشان ما أفتحش مجال للمشاكل أو بتاع. بس هو برضه بيصمم من وقت للتاني، هو ما بيبقاش قصده، بيبقى قصد من عنده. خليني طيب يا استاذه اسماء اكلم حضرتك بسرعه دلوقتي، اقول لحضرتك تعملي ايه. اول حاجه ببساطه خالص، لازم برنامج حياتكم يتغير، دي اول حاجه، لان واضح ان انت بتحاولي تشوفي ايه اللي بيستدعي المواقف اللي حصلت دي، وتبتدي تفكري فيه كده. واضح ان انت بتفكري كتير في الموضوع ده، فغيروا برنامجكم اليومي، يعني اعملوا شويه حاجات جديده ما بتتعملش في حياتكم عشان تلاقوا حاجة. انتوا لو واضح ان انتوا لما بتبقوا فاضيين بتحاولوا تفتكروا هذه الملفات القديمة اللي مليانة اخطاء. لا، لما تكونوا فاضيين اعملوا حاجات جديدة مش موجودة في حياتكم، وده شيء مهم جدا جدا جدا. الحاجة التانية اللي انت لازم تعمليها ان انت تيجي تقولي له ان احنا الحاجات دي بتفكرني بكذا، فياريت ما نقربش منها، مش ان هو يعمل الحاجة وهو بتأثر فيك تأثير سلبي وانت ما بتكلموش عنها. لا، اتكلموا عنها وبشكل واضح، واحنا واضح ان احنا محتاجين بشكل كبير جدا يبقى عندنا حلقة عن التعافي من العنف، التعافي من العنف والتعافي من الخيانة. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نعمل ده. بس يا سادة، الاخطاء مش نهاية العالم، واللي عمل خطأ ده ما بيكشفش في كتير من الاحيان عن شخصيته. ممكن الخطأ ده يكون لسبب من الاسباب، لظرف معين او لحاجة حصلت له، وهو لو انه احسن وتغير لابد ان احنا نكون بنتعاون على البر والتقوى، وان شاء الله بيوتنا مليانه مدد من ربنا، ومفيش خطا هيكون قرر ان حياتنا قد انتهت. حياتنا ما زالت في يد الله، في يد الرحيم، في يد الكريم، في يد الودود، والابواب مفتوحه. فتعالوا لنحيا في سعه الله وفي كرم الله وفي ود الله. دمتم في سعه الله.